بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من عيادة رمضان يعني احنا في النصف الآخر من رمضان بدأ النصف الآخر من رمضان وبدأ يعني رمضان هيولي على الأبواب أو يعني هيغادر فهنتكلم النهاردة برضو عن شوف برضو عن مريض الكبد ومريض الجهاز الهضمي ورمضان دايما اما بنتكلم في الكبد والجهاز الهضمي والمريض فاحنا بنتكلم في مرحله من مراحل المرض اللي هو موجود فيها المريض. دايما بنقول ان احنا الكبد ده عباره عن برج كبير وله ادوار مختلفه مع انك تخش من الباب بتاع البرج ده انك انت اصبحت مريض كبد. لكن انت في الدور الاول او في الثاني او في العشرين دي بتختلف لان دي بتاخد سنوات لغايه ما بتتحرك. مريض الكبد عندنا نوعين من مرضى الكبد يا ما، يا يا مريض كبد حاد او مريض كبد مزمن. الحاد يعني جاي له التهاب كبد وبائي الف او بي او سي حاجه حاده او التهاب حاد في الكبد نتيجه ادويه او او الى اخره فده آه بيجوز له لا يجوز له ان هو يصوم بيفطر لان دي حاجه حاده ف ده ما بنصحوش بالصوم ولكن عليه انه يعيد الايه الايام اللي بيفطرها تاني مره اخرى. هنيجي بقى للمريض الكبد المزمن، احنا دخلنا في قصه المرض المزمن احنا اما بنقول مريض دخل في النفق بتاع الكبد مش لازم يوصل لنهايه المرحله الاخيره من المرض. المرض قد ياتي في مرحله اولى ويقف وده واقف في المرحله دي الى ان يقضي عمر الانسان فينا. قد جزء منهم يتقدم شويه ويجيله له تليف كبدي ويقعد فيها جزء كبير وجزء تاني يتحور ويخش في مضاعفات الايه الكبد، والمضاعفات دي أنا هنتكلم برضو عنها عن بعض هذه الايه مضاعفات الكبد. فاذا المريض اللي دخل دخل النفق ده لو نفق الكبد ده ممكن بيقف في عند عند يعني في ممكن يقف في المرحله الاولى ممكن ربنا يشفيه خالص ممكن يقف عند مرحله التهاب مزمن ويعيش طول حياته في الالتهاب المزمن او جزء منهم يتحول يخش الى انه يتحول الى تليف كبدي وتضخم في الطحال ويعيش في فتره طويله بهذا التليف الكبدي اللي هو المتكافئ ما حصلوش لسه فشل كبدي جزء منهم مش لازم كلهم اللي عندهم تليف يخش في مرحلة الايه المضاعفات اللي هي بتاعة الكبد يمكن المضاعفات الكبد هنتكلم عنها في الثلاث حاجات تقريبا يا إما الكبد يحدث له فشل في الوظائف يا إما يحدث دوالي مريء يا إما يحدث تحور ورمي في الكبد ويبقى في عنده أورام الكبد دول الثلاث مضاعفات دايماً اللي احنا بنخاف منهم وبنبقى حذرين ليهم دائما ودائما دايماً دائما بنقول في قاعدة عامة في الطب بصفة عامة ككل سواء كان ده مريض كبد أو أي مرض ان كان كنت طالما كان الكشف مبكرا بنجد أكثر من حل للمريض وده من مصلحته كل ما المريض بيتأخر باب بيغلق و... و... و وتقل الفرص المتاحه له في العلاج او الطرق المختلفه يعني لو انا جاي المريض في الاول خالص عنده اكتشفت عنده ورم سنتي ولا حاجه بيبقى عندي اكثر من طريقه جراحيه طريقه مش عارف ايه طريقه ايه طريقه واقعد ب... اتخير الطريقه المناسبه للمريض لما بيجي المريض متاخر شويه لا ده الورم كبر لا ده الورم انتشر بتبقى ببقى مقيد في هذه الأيه الاوضاع فمنين نتكلم على الصيام الحقيقه الصوم بصفه عامه ككل بالنسبه لمريض الكبد هو يفيد الكبد لان الكبد لو احنا شفنا فوائد الصوم اللي هي من ناحيه النظره الطبيه البحثه اللي احنا اكتشفناه دلوقتي اللي هو اكتشفها الرسول عليه الصلاه والسلام من 1400 سنه ولما ربنا امرنا بالصوم كُتِبَ عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم اذا ربنا هو الخالق هو المبدع هو اللي عارف سر صنعته وعارف ان الصوم ده بيفيد العيان الصوم ده او رحله الحياه في العمر بتكون رحله ممتده في سفر طويل الواحد فينا دايما يكون مسافر سفر طويل بيحتاج يعني الى استراحات في, في الطريق على لغايه عشان يوصل الى نهايه المشوار بتاعه ف نتيجة الخلايا في الجسم الإنسان دايما في عملية هدم وبناء يعني بتخش عاوز تاخد طاقة عاوز تبني خلايا جديدة عاوز تدي نمو للجسم نمو للأعضاء عملية عملية شغالة ديناميك ماشية طوال الليل والنهار وطوال العمر كله ماشية فيها بيحدث نتيجة الهدم والبناء ده إن بتحصل فيه بعض الفضلات اللي بتحصل النتيجه زي بالظبط انا واحد ببني بوضب الشقه بتاعتي ففيها كسر وبناء وبتاع وبعد ما بوضب بيحصل فيه حاجات اثار التنظيف او اثار البناء او اثار الدهان او الحاجات كلها نبدا ننظف ده خالص عشان يبدا يظهر الوجه الجمالي بتاع الشيء اللي ربنا خلقه لنا فكذلك الخليه الخليه بيحصل فيها نتيجه عمليه الهدم والبناء بتحصل حاجه اسمها الشوارد الحره ديًا يعني بتعوق الخليه بتأثر من عمرها ما بتخليهاش تشتغل بالكفاءه التامه فيقوم اما الجسم يتع... نتيجه الصوم يبدا يتخلص من هذه الشوارد الحره ويبدا الجهاز الهضمي بياخد راحه الى حد ما في رمضان يبدا ي... الجهاز الهضمي يبدا يستعيد نشاطه تاني والجسم كله الخلايا الجسم حتى خلايا المخ حتى جميع خلايا الجسم تبدا يحصل نشاط ثاني وتبدا تستمر رحله الحياه يبقى 11 شهر ربنا بيديهم لنا احنا حرين بناكل زي ما احنا عاوزين نتيجه ال 11 شهر دول بيحدث نواتج هدم وبناء وتكسير و الى اخره بنيجي في اخر في الشهر ال 12 ربنا علينا الصوم بنصومه عشان يبدا الجسم يتخلص من كل هذه الـ 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 الشوارد الحره ويبدا يستعيد نشاطه ويبدا يكمل رحله حياته مره اخرى فاذا الصوم بالنسبه لمريض الكبد عموما هو مفيد الا انا فيها استثناءات ايه هي الاستثناءات اللي انا هنتكلم عنها دي يبقى احنا قلنا لو المريض عنده شويه التهاب مزمن في الكبد هيصوم، بالعكس الصوم هيكون فايده له لو عنده شويه تليف ومتكافئ ومفيش فيه اول حد يقول كلها يصوم. ده بيتحسن، ده المريض لو حتى جسمه زايد في الوزن ونقص كيلو او اتنين كيلو احنا اوقات بنلاقي مرضى الكبد. لما بنيجي عنده زياده في الوزن اوفر ويت ونقول له طب خس شويه بس بنلاقي وظائف الكبد تحسنت بس مجرد ان هو بي بي بينقص وزنه ويرجع للوضع المثالي. نفس الكلام بالنسبه للايه؟ للصوم. فالصوم هنا في 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 هذه المراحل كلها لا هو مفيد للكبد ومحدش يتلكك ويقول له لا اصل مريض والحد كلها خلاص نقل. نيجي اه للمرضى اللي هم عندهم مضاعفات، المضاعفات دي تشمل دوالي مريء قد تكون دوالي مزمنه، قد تكون دوالي حاده في نزيف حد، ففي نزيف الحد ده بننصح يعني انه دايما ان يفطر. لكن لو هي مزمنه او او ماشي بيتابع والكبد متكافئ وماشي ده ممكن يصوم وله له رخصه ان هو ايه يفطر في رمضان اه المريض اللي عنده استسقى اللي هو بياخد ادويه مدرات للبول ما يجيش انا في الصيف في الجو اللي احنا فيه الحر ده والحد كلها وبديله مدرات بول واقول له صوم لان هنا هتقل السوائل في الجسم وهيحصل عندنا بعض المشاكل فده ده بنقول له ايه يفطر مريض اللي هو بتاع الاورام وبياخد علاج كيماوي او او جراحي او الحاجات كلها برضه ده بنقول له ده اللي هم المصرح لهم بالفطر ده من ناحيه الصوم وفوائد الصوم للكبد فاذا الصوم ده من الحاجات اللي هو يعني من من احسن الاشياء الصحيه للكبد انه يتخلص من كل الشوارد الحره يتخلص من الدهون الزائده اللي هي بتترسب جوه الخليه الكبديه نتيجه ال ال الوزن الزائد والسمنه والحاجات كلها ويبدا الجسم والخلايا تبدا تستعيد نشاطها تاني عشان تكمل رحله الحياه. آه بنيجي لمريض الـ الـ الكبد زي ما قلنا قلنا المضاعفات زي ما قلنا اللي هي في قد تكون دوالي المريء آه آه احنا بنتابع دايما المريض بيبقى لنا استراتيجيه او فلسفه واحنا بنتابعه بيبقى انا بـ بـ بتابع مريض الكبد بيبقى عندي مجموعه اهداف لو عندي في سبب لـ 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 للمرض الكبد يعني زي فيروس بي فيروس سي يبقى التارجت بتاعي او الهدف بتاعي ان انا اعالج اتخلص من هذا السبب النقطه الثانيه تخلصت من فيروس سي او من فيروس بي او او من ايا كان السبب هبدا اعالج التوابع التبعيه لان لو ان المريض في التهاب مزمن خلاص بحتاج اتابعه كل فتره وخلال فتره طويله وخلاص الموضوع انتهى لو المريض دخل في مراحل مراحل التليف يبقى اذا انا بتابعه طوال حياته وهو صحيح العمليه الهدم اللي بتحدث نتيجه الفيروس او نتيجه سبب هذا السبب المؤثر في الكبد بتتوقف لكن مش معنى انها توقفت ان ما حصلش خسائر قبل كده في السنوات الماضيه كلها يعني لو المريض حصل عنده تليف اذا حصلت عنده مشكله يبقى لازم ان ده هيتابع مش معنى ان هو خد علاج فيروس سي وخف من فيروس سي او من فيروس بي انه ما يتابعش ابدا لا ده بيتابع لان انا بتابعه عشان التطور بتاع التليف او مضاعفات التليف اكتشفها مبكرا واعالجها مبكرا عشان اقدر اوصل بسلامه الى يعني علاج المريض اللي هو الصح يبقى يعني انا في 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 مرضى الكبد كل اللي عنده تليف او او خد علاج يعني كان دايما كثير من الناس يقول لك انا خدت علاج فيروسي وخفيت خلاص وعملت البي سي اربع ثلاث شهور وبعد سنتين او بعمله كل سنه وما فيش عندي الفيروس لا لو هو عنده مريض مزمن بس التهاب مزمن ده يجوز ان احنا نتابعه كل فتره طويله شويه ما فيش فيها مشكله خالص لو مريض عنده زي ما قلت عنده التليف اذا ده اللي انا بتابعه آه باستمرار لو مريض الانسداد الصفرة اللي عنده صفرة او الانسداد المراري الانسداد الصفرة دي بتتوجد في بتبقى عرض لمرض آه مش كل صفرة تعني ان الكبد مريض. اذا اصفرار العين ده هو اه م م معروف ان هو من ضمن اعراض الكبد. لكن مش كل ال 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 الاسباب الكبد بتؤدي الى اصفرار العين، ده في حاجات تانية خارج المنطقه خالص بتؤدي لي الى اصفرار العين. اذا كل مش كل اصفرار العين هو التهاب كبدي. الو؟ آه السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا <applause> اهلا وسهلا. كل سنه واتصال حضرتك والصحة والسلام والسلامة اتفضل يا استاذ آه عندي شكوى لها فترة حضرتك ان انا اصبح كركبة في البطن واصوات في البطن كده. حاضر. آه. بالك قد ايه؟ آه آه لا بقى لها فترة حضرتك ليست اربع خمس ست شهور كده. في امساك او سال عندك؟ آه احيانا يعني مش باستمرار على طول. آه هل مرتبطة بنوع معين من الاكل؟ ما برتبطش شاوروا معين من الاخر طيب حاضر حضرتك في سؤال ثاني كل سنه طيب حضرتك هذا الكركبه في البطن دول للذوزه واحده حاضر حاضر آه طبعا بالنسبه للسيد المشاهد في سؤال الكركبه والحد كلها معناها بنقول ديسبيبسيا او انتفاخات او دي علامه من علامات الـ 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 او اعراض القولون معناها إنه بياخد في اكل موجود بيحصل له من التخمر يحصل فيه كركبه وغازات او قد تكون نتيجه عدوى ميكروبيه او بعض الحاجات او اوقات بالبلدي عسر هضم بنسميها عسر هضم في الحاله دي احنا بنطلب منه بعض الحاجات التحاليل البسيطه زي صوره الدم زي تحليل البراز عشان بس ما يكونش في اي اسباب اخرى ثانيه خالص واوقات من شويه مطهرات معويه وحاجات هاضمه بتساعد على الهضم بيستريح الكركبة اللي هي بيحس دايما بيها والزغوله في البطن والحاجات دي كلها والاصوات دي بيستريح ما فيش اي مشكله. ده عن اجابه سؤالنا للسيد المشاهد. هنيجي نتكلم في الصفرة او اصفار العين احنا قلنا مش كل صفرة هي كبد. لكن الصفرة بتعبر اوقات عن مرض الكبد. نيجي نشوف الصفرة دي بتيجي من هنا حته وايه اعراضها؟ وهل هو كل واحد عينه صفره بيبقى عنده كبد لا هنقول هن... هنبص للناحيه الفسيولوجيه الفعل النفسي هبدا اشرحها بعد ال... الاتصال ده الو السلام عليكم سلام وبركاته يا استاذ محمد عليك. اتفضل بقول لك يا دكتور انا عن عندي إنشاق شديد ومستمر عندك ايه انساق مستمر اه عملت عملية شرخ الشرج وبرضه الامساك ده مستمر معايا برضه آه. اه ومستمر على الملينات هل الملينات هل تضر الكبد؟ هل ايه؟ الملينات لا 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 انت عمرك كم سنه الاول؟ 25 أه سنه 25 سنه بتاكل أه سلطات عم. وحاجات الياف فيها الياف نباتيه والحاجات دي كلها ولا لا؟ وبتشرب مية كتير ولا لا؟ لا مش ما مية كتير عجب. وبتاخد حاجات فيها الياف السلطات والفاكهه والحاجات دي ايوه بس برضه معايا انساك معاك امساك برضه أيوة. اما بتاخد ملينات الـ 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 بـ 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 بتخش التوريد طبيعي ايوه بس ساعات مش طبيعي وساعات لا برضو طب حاضر في سؤال تاني آه عاود عاوز بس علاج للامساك دكتور النبي علاج للامساك ولا للايه؟ علاج للامساك للامساك حاضر عينيا اثنين حاضر تابعني حاضر. آه هنتكلم على الفسيولوجي بتاع الموضوع الامساك والحاجات دي كلها. القولون غير حساس للحراره ولا لاي شيء خالص. يعني بيبقى ال الانسان صاحي وانا بخش بالمظهر القولوني وعنده لحميه بشيلها بسلك ب يعني بيولع النار زي ما بيقولوا عن طريق الكهربائي والعين ما بيحسش باي حاجه خالص لو نفخت شويه هواء زياده العين يجيله مغص ويتالم يعني ما بيتالمش وانا بقطع وبقطع بس بسلك حراري يعني عن طريق التيار الكهربائي بيحوله إلى, إلى, الى زي بيكون نار بيقطع يعني سكينه سكينه سخنه بتقطع والعين ما بيحسش حاجه خالص لو احنا نفخنا شوية غازات العيان يجيله مغص ويتضايق جدا. آه فربنا خلق بعض الحاجات اللي احنا ما بنقدرش نهضمها اللي هي السلولوز، السلولوز ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن نشويات زي النشا زي حاجات كلها، هو كربوهيدرات إحنا ما بنقدرش معدة الإنسان فينا ما بتهضمهاش، لكن هي بتمتص الماء وبتعمل لي حجم للبراز. وده من الحاجات اللي هي أن أول ما القولون بيمتلي يبدأ يحصل في شوية تراخم بسيط، يوم تبدأ في السنسور الموجودة في في جدار القولون تحس تتحول بـ بـ باللغة بلغة الإلكترونيات سويتش أون، يعني تبدأ تقول أنا امتليت. وتربعت اشاره للمخ ان انا حصل عندي القولون عندي او الجزء الاصفر ده اتملا. يوم يبدا المخ يترجم هذا الكلام باوامر يديها يبقى اولا شعور ان هو عاوز يخش التواليت ويبدا هي يخش التواليت تبدا العضلات التفريغ عضلات الحوض و دي انها تبدا في عمليه الافراغ الايه الفضلات او الاكل من القولون فالامساك بيجي نتيجه يا اما ما بشربش ميه كتير هو طبعا كان في حاجات فسيولوجيه وفي حاجات مرضيه مرضيه دي اسبابها كتيره جدا الفسيولوجيه بنتكلم الحاجات الفسيولوجيه اللي هو إيه الامساك اللي بيحصل طبيعي خالص ان انا ما بشربش ميه كتير بتلقي العين دول بيجي عندهم امساك ما بياكلش حاجات فيها تعمل حجم للفضلات دي فبيحسي بيجيله امساك اوقات الناس المسنين كبار السن اللي هو قاعد مقعد في البيت او ايا كان سبب قعوده في البيت او الرقود يعني قاعد في السرير فترات طويله جدا فما فيش حركه قليله عنده دول الناس برضه بيجي امساك ويبقى فيسيولوجي فدول بنديهم حاجات بقى يا اما حاجه تنبه القانون انه يشتغل يا اما الاول اول المفروض نقول له يشرب كتير وكل سلطات كتير اذا حلت المشكله دي كان بها ما كانش بنبدا نتدخل بادويه والادويه ليها اكتر من ميكانيزم انها تتعامل مع الامساك ده عن الامساك وعن علاج الامساك هنرجع لموضوع اللي هو كلمه الصفراء وإذا ما قلنا ان مش كل اصفرار عين هو هو كبد اذا في امراض اخرى خارج الكبد خالص بتؤدي الى اصفرار عين طب الصفره دي بتيجي من حته ربنا سبحانه وتعالى خلق الكرات الدم الحمراء لها عمر في الجسم كل خليه في الجسم لها عمر فعمر الخليه اللي هي كره الدم الحمراء حوالي 120 يوم وتبدا دي تتكسر والنخاع الشوكي يبدا يعمل لي خلايا جديده اذا انا كل يوم بفقد تقريبا واحد في المية من الدم بتاعي وبتطلع لي خلايا جديدة بتحل محل الحاجات دي كلها طيب الخلايا اللي هتتكسر دي سبحان الله الكرات الدم الحمراء دي هي وظيفتها ايه ان فيها الهيموجلوبين اللي, اللي هو ياخد يروح عند الرئه ياخد الاكسجين ويطلع يوديه على الانسجه ينقلهم لهم الاكسجين وياخد نتيجة الاحتراق اللي في الانسجة ياخد ثاني اكسيد الكربون ويطلعه عن طريق الرئة مرة اخرى اما بتيجي الخلية تتكسر خلاص عمرها 120 يوم بتموت يوم ايه بيبدأ يتكسر يطلع منها الهيموجلوبين الهيموجلوبين ده المسؤول عن ان هو قلنا بيمسك بياخد الاكسجين من الرئه ويديه للانسجه وياخد من الانسجه ثاني اكسيد الكربون ونواتج الاحتراق الاخرى ويطلعها عن طريق الايه؟ التنفس او عن طريق الكلى. فيطلع الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده من اسمه هيم هيموجلوبين. الجلوبين ده بروتين. يبدا الجسم ي يعمل ريسايكلينج عمليه تدوير تاني ويستخدم الجلوبين ده البروتين. يجي الهيم ده لو احنا نظرنا له كناحية الكيميائية هو مركب حلقي وجواه ذرة الحديد تروح سايب زي ذرة الحديد وروح ايه المفروض بدل ما كان مركب حلقي روح قاطع السلسلة دي تتفرد ده مركب بنسميه بليفردين يروح عند الكبد يلقي فيه ناس مستقبلينه على الخلايا الكبديه عشان يدخلوه جوه الكبد ويبدا الكبد يتعامل مع هذه الحاجات دي عشان في الاخر خالص هيطلع لي الصفرة او العصاره الصفراويه اللي هي ضروريه لحياه الانسان هل قلت ربنا خلقها ليه خلقها لان بدون العصاره الصفراويه لن يتم امتصاص اي دهون على الاطلاق في الجسم إحنا لو تخيلنا جبنا كوب فيه نصف ماء ونصف زيت وقعدنا نضربه في الخلاط سنوات طويلة وسبناهم وهينفصل الزيت عن المية. أه هكمل بعد اتصلنا ده ألو أيوة السلام عليكم السلام عليكم, السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة اتفضل يا استاذ أيوه اتفضل سامعك اتفضل. انا كان عندي سفره من وانا صغير اه تمام وفرق فرص وانا كبير وخدت الانتر فرون. خدت الايه؟ الانترفرون اللي هو الانتر فرون. يعني انت طول عمرك وانت صغير كان عندك سفره؟ وانت صغير كان عندك سفره؟ يا استاذ علي ايوه تمام تمام يا دكتور اقفل ايه التلفزيون يا استاذ علي اقفل ايه التلفزيون وكلمني وانت صغير كان عندك صفرة يا استاذ علي وانت صغير عندك صفرة كنت وانا صغير كده عندي صفرة وكانوا بيحجزوني في المستشفى وكده ودنتها في طفولتك تواصل الطفولة بتاعتك ولا راحت؟ لا كان موجودة موجودة ولما بروح الشغل واكل حاجات من بره كانت يعني بترجع لي يعني الدكتور قال لي اسمها صفرة متكررة أو حاجة زي كده. آه. لما كبرت جالي الانترفيرون. جالي جالك جال 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 فيروس أكيد. آه، خدت الانترفيرون بعدها بتا ست شهور بقى ما فيش حاجة، عملت اللي هي مليون صحة دي بتاعة الدكتور، بتاعة المبادرة بتاعة الريس. أيوه. فقالوا لي ما عندكش حاجة، فكده أنا ما, ما عندكش صفرة ما عندك أو ولا ما عندكش فيروس؟ نعم. ما عندكش صفرة ولا ما عندكش فيروس؟ لا كده ما عن... ما انا لما رحت حقيت ما عنديش فيروس ما عندكش فيروس ما انت ما خدت انترفيرون ليه؟ لا كان عندي الانترفر... لا كان عندي الفيروس كان عندك فيروس سي يعني؟ انت عندك الفيروس وخدت الانترفيرون فيروس سي ولا فيروس بي؟ لا سي سي تمام ولما رحت في مبادره سياده الريس ما قالوا ما فيش فيه فيروس سي دلوقتي اه كده يبقى خلاص طب رحت رحت اتبرع بالدم قالوا لي لا ما تنفعش طالما كان عندك ال الفيروس طالما كان عندك الفيروس مش هينفع تتبرع بالدم اه فدلوقتي طيب. الفيروس ده موجود ولا كده مشي؟ طب حاضر هجاوبك حاضر على السؤال ده يعني شكرا يا آه بالنسبه للاستاذ آه علي هو طبعا عنده آه الصفرة بيقولوا هو صغير يعني معناها في مشكلة في المستقبلات اللي هم كانوا على الكبد اه مستقبلات على الكبد فده قد يكون عنده حاجة من الحاجات اللي هي الجينية عنده عنده كونه جالها جاله الفيروس سي على ال 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 القمة واخد خد الحقن الانترفيرون وعمل بي سي ار بعد ثلاث شهور بعد ست شهور بعد سنة ومفيش حاجة خالص إذا الفيروس انتهى لكن ممكن يكون مرضه الاساسي ما انتهاش هكمل بعجاله سريعا فربنا خلق العصاره الصفراوية دي عشان تنزل في في الامعاء في الاثنى عشر تيجي على الدهون تخليها تختلط بالماء وبالتالي يسهل امتصاص يعني تجد الدهون تبقى قابله للذوبان في الماء يبقى لو عندنا كوب من الميه فيه كوب ميه وشاي زيت وعندنا الرجل ما فيش فايده لو حطينا نقطتين عصاره صفراويه في الكوب ده بيبقى الخليط اتمزج الزيت بالماء وبيبدا يسهل امتصاصه. دي ربنا خلق عشان كده فقلنا كل يوم بيحصل تكسير واحد على 120 اذا لو انا عندي اسباب الصفراء بقى اللي هي خارج الكبد يبقى لو التكسير ده زاد عن اللازم ممكن يبقى عندي صفرة وما عنديش كبد زي الناس عندهم تكسير الدم الكتير لان الكميه اللي هي مفروض واحد على مية او مية واحد في المية من الدم بقى تلاتة في المية بقى اربعة في المية يبقى فيه عنده فايد كتير جدا والعين ممكن يجيله صفرة لو المستقبلات اللي هي على الكبد اللي بتستقبل البليفردين ده العصارة دي بعد ما تكسرها عشان يحولها يشغلها يحولها الى عصارة صفراوية حدث فيها مشكلة في المستقبلات ب ب ب ب بيبدأ نقول ايه يبقى فيه برضه عنده مشكلة لو دخل حصل التهاب جوه الخليه يبقى برضه يحصل فيه اصفرار لو حاجه عاقت الطريق وسدت القناه المريه ايا كان اسبابها سواء باورام او بصبح بحصوات او بشيء من الضغط من بره برضه يحدث اصفرار للعين فاذا اذا كل صفره زي ما قلنا مش كبد لا في صفره مش كبديه ومش كل اصفرار عين بنقول باللغه البلديه يعني الكبد إيه يعني انا شايف الوقت ضيق جدا و قربنا يعني على انتهاء الحلقه بشكركم ولنا لقاء اخر وبرضه هنكمل فيه بالحاجات الفسيولوجيه وايه سبب وإيه واسباب اخرى ونشوف برضه بعض الامراض الاخرى ونرد على كل إيه اسئلتكم نرجو لكم صوما شهيا وشفاء من كل مرض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته